مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كيف الصحة. حلقة اليوم سنتناول الحجامة وأنواعها وفوائدها. الحجامة هي شكل من أشكال العلاج في الطب البديل للتداوي، وهي طريقة قديمة كانت تستخدم لعلاج كثير من الأمراض. تعتمد على الشفط باستخدام بعض الكؤوس على مواضع الألم، ويوجد نوعين للحجامة: حجامة رطبة باستخدام المشرط وإخراج الدم الفاسد، وحجامة جافة. إذن في حلقة اليوم سيشرح لنا الدكتور زياد العبيدي، أخصائي حجامة وطب بديل بشكل موسع، عن الحجامة. نرحب بكل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستكون متوفرة على الشاشة. أهلا بكم وأهلا بك دكتور. موضوع جدا هام. بداية يسعدنا وجودك لتشرح لنا خلال هذه الساعتين الحجامة بشكل موسع. إذا حبينا نعرفها بشكل أعمق من خلالك، ما هي الحجامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية يعني بداية أشكركم على استضافتي في هذا الموضوع الهام. الحقيقة الحجامة كل الناس اللي اشتغلوا فيها في المسلمين انطلقوا من الحديث النبوي الشريفة الصحيحة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحجامة قديمة جدا، استخدمها الفراعنة، استخدمها الصينيون القدامى ولا زالوا يستعملونها. فلما جاء الإسلام في علاجات كثيرة أقرها، كما أقر بعض ما يعني كثير من مكارم الأخلاق، العادات الجيدة أقرها، فكذلك الحجامة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأقر الحجامة وكانت علاجا فعالا يعني أرشد إليها. الحجامة أصلا كلمة الحجامة من تحجيم الشيء، يقال أنه حجم الشيء أعطاه حجمه الحقيقي. ترجعين العضو أو عمل العضو إلى وضعه الطبيعي، وضعه الأصلي. لغة الحجامة هي تأتي بمعنى المص، يعني حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه، فتأتي فالحجامة هي المص، مبدأ المص. إذا كانوا يستعملون في السابق يستعملون القرن في المص، ما كان عندهم صحيح. أو يستعملون النار، قرون الحيوانات نعم، قرون الثور هذه يعني هي بداية الحجامة، كانت قديمة جدا. جاء الإسلام حث عليها. لغة الناس تطرقوا لها، لغة توسعت، نظريات كثيرة فيها ظهرت. تختلفت هذه النظريات من النظرية الأخرى. ليش؟ السبب أنه هناك تأثير كان للحجامة والنظريات كثرت فيها. نعم، لماذا كثرت يعني؟ لأنه لم يستطيعوا أن يعرفوا السبب العلاج الرئيسي، يعني لم يستطيعوا أن يضعوا إصبعهم على كيف عالجت الحجامة هذا الشيء. لذلك خرجوا بنظريات كثيرة جدا. نعم، نظريات الأعصاب ونظريات الدم ونظريات العضلات، نظرية كهربائية الجسم. بس الذي هو مؤكد ويقينا أنه أتت بنتائج يعني مذهلة. نعم، لهذا النظريات اختلفت. لذلك باب الحجامة أنا لا أعتبره باب مقيد، هو باب مفتوح، مفتوح فيه الاجتهاد. الاجتهاد والإنسان له أن لأن أنت لو أنا يعجبني في هذا بالمناسبة دكتور عمر فخري رائد العلاج بالكهرباء في العراق، هو في لندن حفظه الله. سألته مرة، هو يعني صمم جهاز خاص كهرباء فيه، فالذي أعجبني فيه يقول، قلت له لماذا لا تدرس الإلكترونيكس؟ فقال لي لو درست الإلكترونيكس سوف أتقيد بكل القوانين التي وضعوها، أنا بس أدرس البيسك، الأشياء البسيطة، ثم الباقي أنا أفسره بطريقتي. فهذه الطريقة هي طريقة لتوسيع المدارك والظهور بنظريات جديدة. نعم، شيء جميل. يعني كل ما تطورت النظريات وتقدمت في الأبحاث، هل هذا يساعد فعلا على النتائج من خلال الحجامة؟ الحجامة لها تأثير إيجابي، تأثير إيجابي. كثير من الناس يعني لا يصدق أنه الحجامة أتت بهذا المفعول، يظنها سحرا يعني. نعم، أذكر في مرة من المرات كنت يعني شخص أصابه حادث، كنت في مدرسة يعني كنا ندرس، فشخص أصاب حادث سيارة، فصار عنده مشكلة في الركبة، فجاء يعرج يعني ما يستطيع يمشي بشكل طبيعي. نعم، فذكرت له، قلت له اعمل الحجامة. قال لي كيف؟ قلت له اعمل لك كيف. فعملت الحجامة، كان عندي العدة معه يعني بحكم أنه كنت أشتغل موبايل يعني في تنقل، فعملت له الحجامة. بعد ما انتهيت
ذهب للمدير فقال له هل الأستاذ زياد يمارس السحر؟ فقال له لماذا؟ قال له يعني رجلي يعني التحسن صار فظيع، بدأ يعني يمشي يكاد يمشي بصورة طبيعية. شيء جميل. طيب دكتور، بما أنك قلت أنها كمفعول السحر تزيل الألام، يعني طبعا راح تحدث بشكل أكثر موسع في هذا الموضوع، لماذا مازال بعض الناس لا يريد تقبل هذه الفكرة؟ مازال يرى أن في الحجامة ليست بديلا للطب التقليدي. الحقيقة هناك صراع ليس في الدول العربية، في العالم الغربي وفي العالم الشرقي، صراع بين الأورثوذكس ميديسن، الطب العادي، وبين الطب البديل. لو دخلتي وقرأتي الأبحاث وجدت يعني صراع عميق جدا. قل من يعني يؤمن بقضية الطب البديل. أحد الأسباب أسباب مادية، يعني بزنس إيشو يعني. الأسباب الأخرى أنه الحجامة علم ما يخضع للطب. أنت ممكن إنسان يخضع للطب في قضية التحاليل، زيادة التراكيز المعينة في الجسم، متأكيد. قلتها. أما لأي قوانين يخضع؟ قوانين الحجامة نفسها. لذلك لا يمكن أن تفسرين أنت قضية، الكثير من الأطباء يحاول أن يفسر الحجامة بناء على الدراسة اللي درسها، وهذا لا ينطبق. ليس في كل شيء، في أشياء معينة ممكن ينطبق، أما بصورة عامة ما ينطبق. لذلك تجدين الاعتراض. أنا أذكر في جلسة من جلسات كان طبيب هم اعترض، فسألته هل أنت تفهم في الأكيوبنشا في الإبرة الصينية؟ قال لا. هل ستتكلم فيه؟ قال لا ما سأتكلم فيه. فالحجامة نفس المسألة. فهي القضية في خلاف، لأنه أنا درست مثل 6 سنوات، على سبيل المثال طبيب يدرس 6 سنوات يعني لا يستطيع أن يمارس الحجامة ويترك الطب. بالإضافة أنه قد تكون أيضا السمعة الاجتماعية، عامل اجتماعي أنه هذا طبيب وخلص طب. لا شك أن الطب له يعني فائدة كبيرة جدا. لا يمكن في تقارب، يعني في تقارب الإنسان لو جمع بين الشيء هاي الشيئين يعني يكون أفضل. أفضل لأن هناك حالات كثيرة الطب عجز عنها. نعم. وعندي أمثلة يعني بالعشرات في هاي القضية. طيب من المؤهل اليوم لأن يكون حجام؟ الشخص لابد أن يكون عنده يعني خلفية قوية جدا في قضية أجهزة الجسم بصورة عامة، كل أجهزة الجسم من ناحية الهرمونات، من ناحية الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، كيف يعمل، كيف كل هذه التفصيلات لازم يكون عنده خلفية قوية جدا فيها. هنا طبعا يستفيد من الطب العادي. نعم. الذي هو يعني له اليد الطولة في هذه القضية، في التشريح وقضية الكتب المتوفرة. هل لابد أن يكون أكاديميا دارس؟ لابد أن يكون أكاديميا. نعم. لابد أن يكون عمليا يعني متمرس. نعم. عنده يعني خبرة خلفية، عنده لابد أن يكون موتيفيتد، يعني يكون أن الإنسان لو عجز عن هاي القضية كيف ينظر لها من منظور ثاني. لازم يكون يعني متفتح. نعم. غير متقيد. نعم. يعني خلينا نقول لابد أن يكون مجتهدا في هذا الجانب، لأنه ممكن أن تأتيك حالة تنظرين المشكلة هنا، لازم تنظرين في مكان ثاني حتى تحلين المشكلة. صحيح. فلا بد الإنسان ينظر، يعني لا بد يكون عنده الفلكسيبيليتي. نعم. في قضية التعامل مع المشكلة. كيف تعامل اليوم، نتحدث عن القدماء، كيف تعامل القدماء مع الحجامة وهم السباقين؟ القدماء فظيعين كانوا في قضية التعامل مع الحجامة. يعني لو نظرتي في كل العلوم، في كل العلوم الطبيعية الموجودة والعلوم البشرية، السابقون كانوا يعني لهم وضعوا قواعد الآن الطب يمشي عليها. نعم. كابن سينا والرازي وغيره. القدامى هم لذلك كثير حتى في طب الأعشاب. يعني بالمناسبة أن الإنسان لما يريد يقرأ، لو قرأ الكتب القديمة حيجد فائدة كبيرة عظمى ما غير متواجدة في الكتب الحديثة، لأنه معظم الذين كتبوا في العلم الحديث هم غير عرب وعندهم مشكلة في اللغة العربية. فلو الإنسان رجع إلى مصادر اللغة العربية القديمة لوجد نتائج. هم عملوا أبحاث كبيرة جدا. نعم. هم يعني على سبيل المثال ابن سينا ولا الرازي ولا غيره، هم ما جاءوا يعني جلس الصباح وقال أنه أنا النظرية كذا. لا، هو عمل أبحاث وعملوا وراقبوا وكرسوا حياتهم كلها لهذا العلم، فهم بارعون في هذه القضية. نعم. من أهم اليوم إذا وقفنا على هذه النظريات وأهمها وأكثرها انتشارا، من برأيك؟ من القدامى. من القدامى أو من ال من القدامى من الحديث. من القدامى، كل القدامى اللي اشتغلوا في الحجامة، يعني ابن سينا وغيره،
المحدثين محمد أمين شيخه رحمه الله كان في سوريا من المحدثين أيضا اللي جاءوا بعده. نعم كانوا السوريون خدموا هاي القضية. شكرا. السوريون خدموا هاي القضية بشكل علمي موسع. نعم، كيف خدموها؟ خدموها في يعني على سبيل المثال هناك صارت أبحاث كثيرة جدا مطولة على 300 شخص في سوريا، وعملية إحصائية دقيقة، وكادر كبير جدا من الصيادلة والأطباء والمخبريين. نعم. فوصلوا إلى نتائج مذهلة في هذه القضية، في هذه القضية وفي غيرها من القضايا الإسلامية التي الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها مثل قضية الذبح. نعم. الذبح عملوا أبحاث فيها، الإنسان يعني لما تقرأ تنظر عشرات المرات في نفسك وتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. تأكيد. لما عملوا يعني قضية الذبح، قضية الحجامة طبعا خدمت كثير. أكثر الناس خدموها في هذه القضية هم السوريون. نعم، شيء جميل. بما أنك ذكرت تخدم، كيف تراها منظور أنها خدمت فئات معينة، أمراض معينة، جهات معينة، كيف تراها؟ المشكلة بين الطب الحديث، الطب التقليدي والطب البديل، أن الطب العادي، الطب التقليدي يعالج الأعراض لا ينظر إلى الأسباب. الحجامة. نعم. وغيرها من الـ من الـ من الـ من أفراد من فرديات أو مفردات الطب البديل كالعلاج بالكهرباء أو العلاج بالأعشاب تحاول أن تعالج السبب. كثير من الناس يعانون من صداع شقيقة، صداع النصفي. الحجامة طبعا علاج فعال للصداع النصفي. لن تجدي علاج على وجه الأرض المريض يجد نتيجته بعد 5 دقائق. سبحان الله. نعم. لن تجدي هذا الشيء. لماذا؟ لأنه الحجامة تعالج السبب. الطب التقليدي يعطيك البين كيلر، المسكنات. صحيح. مجرد أن يزول التأثير المسكن يرجع الألم. يرجع لهم. في حين الحجامة تعالج السبب. ما هو سبب؟ غالبا ما يكون على سبيل المثال تكون سبب أحد 99% سبب الشقيقة هو الأكتاف والرقبة، قضية متعلقة بالفقرات والهيكل العظمي. نعم. هو العضلات هذه في منطقة الأكتاف ومنطقة الرقبة. فأنت لو لأسباب كثيرة جدا، قد تكون سببها خطأ في النوم، قد يكون إنسان حمل شيء، قد يكون أنه حركة معينة خطأ أثرت على العضلة. نعم. فهذه أنت لو حليتي هذه المشكلة انحلت يعني عالجت السبب الرئيسي، زال يزول. نعم. تزول الأعراض. طيب احنا راح نتحدث عن فوائد الحجامة، ولكن يعني يبدو هنا أن عدة الحجامة موضحة، يليت تشرح لنا هذه العدة وكيفية استخدامها. الحقيقة لابد أن ننبه إلى قضية معينة في قضية استخدام عدة الحجامة. نعم. لابد أن تستخدم مرة واحدة فقط، لا يوجد شيء يسموه إعادة تعقيم وإعادة استعمال. نعم. لأن هناك بعض الفيروسات لا تموت بالتعقيم. مثل أمراض الكبد الوبائي، الفيروسات ما تموت. صحيح. والآن متوفرة، موجودة كلها ديسبوزيبل، أحجام كثيرة. هذا الحجم عندنا، هذه الأحجام المختلفة هي على حسب المواقع، حسب مواقع الجسم. يعني على سبيل المثال لو أردت أن تعملي في هذه المنطقة. نعم. ما ممكن تستعملين هذا الحل الكبير بالتأكيد، وإنما استعمل هذا الصغير. الصغير في هذه المنطقة. نعم. منطقة الجبهة، منطقة الوجه على سبيل المثال، استعمل هذه الأحجام. نعم. هذه الأحجام منطقة الوجه، هذه منطقة. نعم. هذه المنطقة. هذه المناطق. في السابق كانوا يستعملون القرون أو يستعملون. نعم. النار كثير من الآن كانت يعني من الزجاج مصنوعة مش من البلاستيك أغلبها. نعم. أي بالزجاج حتى يتحمل الحرارة. نعم. بالإضافة أنه ممكن تستعملين الزجاج. حتى البلاستيك القوي ممكن يستعمل. أيوه. بس لأنه أنت مش يعني قضية الدوران فقط، إدخال شيء لهيب من النار و تدورونه داخل الكأس. نعم. ثم تخرجيه ومباشرة تضعي على الجسم. الآن في بدائل. كثير من الناس يظن أنه النار هي الصحيحة. النار ليست صحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم طب علميا يعني شرعيا الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم القرن. بناء على ذلك قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فالحاجم بأي ذنب يفطر إذا هو مجرد أن يستعمل النار؟ صحيح. فلأنه يستخدم القرن وفي احتمالية نزول الدم إلى الجوف فيفطر.
أما المحجوم المحجوم لأنه تؤدي يعني تكلم صلى الله عليه وسلم بما سوف يقول إليه من التعب والإرهاق التي تؤدي إلى إفطاره، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. طيب. لا يوجد فيها طبعا بالمناسبة أنه الإنسان ممكن أن يعمله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم محتجم وهو صائم، محتجم وهو محرم، فما فيها أي بأس. قضية المكبس هو حل بديل صحي ما فيه أي آثار جانبية. يسحب بعض الناس يستعمل يعني يسحب، طبعا هي إذا سحبتي مرتين ثلاثة الجسم خلاص العضلة لها حد معين ما تستطيعين بعد تسحبين، لو سحبتي يعني 10 مرات ما راح يكون أي فرق، ما راح يكون فرق يعني نفسها. في تقنية، في تكنيك على السحب، في تكنيك في قضية السحب. وبالأخير أنت لو سحبتي لا يعني ممكن السحبة الواحدة تفرق عن السحبتين أو الثلاثة، ولكن الخمس سحبات ما تفرق عن العشرة شيء. طيب، لأنه خلاص الجسم توقف هنا عند هاي الحد. طيب دكتور اسمح لي دكتور زياد ناخذ اتصالات. نعم. نسمع أول اتصال جانا من تونس. أهلا وسهلا ناجية من تونس، أهلا وسهلا بك. مرحبا. مرحبا بك. أهلا وسهلا. الله يخليكم وشكرا على البرنامج القيم. بالله أنا نحب نسأل الدكتور، كان عندي جتني حالة اكتئاب عندها من عام 2007، وبعدين خفيت منها شوية وعملت حجامة، ولكن مرتين عملت حجامة، وكنت حبيت أسأل الدكتور الله يخليك يا دكتور. الحجامة أنا عندي مشكلة في الرقبة بالما يسمى بالفرنسية الارتروز، فين ممكن أعملها وهل تفيدني الحجامة يعني؟ وعندي شقيقة وجع دائما عندي وجع في رأسي، يعني أريد أن أعرف المكان في معني لوجع الرأس أين تكون الحجامة، وعلى الأكتاف، وأن هي يعني مخطرة على حالة الاكتئاب أو يعني تخفف منها. طيب هذا هو سؤالك ناجية. وفيما يخص يعني ألم المفاصل. المفاصل. أعرف. طيب شكرا لاتصالك، إن شاء الله راح يجاوب عليك دكتور زياد. نأخذ اتصال من الدوحة من أبو محمد. أهلا وسهلا أبو محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله يعافيكم. ما تعليق ضيفكم الفاضل عن الحجامة الكهربائية الشفط؟ عن طريق جهاز كهربائي. أيوة. والسؤال الثاني الله يعافيكم، إذا كان الدم متجلط هل أعرف أن الحجامة كانت بالطريقة الصحيحة، ولا كيف أعرف الحجامة الطريقة الصحيحة؟ طيب. بارك الله فيكم وياك إن شاء الله. شكرا لك. شكرا أبو محمد. نأخذ إصال خالد من السعودية، تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أهلا وسهلا. أسأل يا دكتور عن هل الطب الحديث يعترف بالحجامة، وأيضا من به من يوجد عنده مرض السكر كيفية التعامل معه، وشكرا لك. شكرا لك. طبعا احنا تحدثنا دكتور في بداية عن الطب التقليدي والحديث، ورح نعرج على موضوع مرض السكر لأنه رئيسي ايضا في فقراتنا، ولكن يعني لك الاختيار ان ترد على ناجية من تونس التي لديها حالة اكتئاب من سنة 2007 وخفت بعد ما عملت الحجامة مرتين، لديها مشكلة في الرقبة، يبدو ان لديها هشاشة في العظام وشقيقة والمفاصل. بالنسبة لابد أن الإنسان قبل أن يقدم على أي عمل في الحجامة يعني أي عمل يخص الحجامة لابد أن يعمل تحاليل طبية. في غالب الأحيان الإنسان يكون عنده نقص في تركيز معين في الدم يؤدي إلى الأعراض التي هو يشتكي منها. في حالة أنه الأمور كلها طبيعية، أربط أنا بالنسبة لحال الحالة النفسية التي هي تمر فيها بقضية الشقيقة. غالب الناس اللي عندهم يعانون من قضية الشقيقة وبشكل متكرر تصيبهم حالات نفسية، حالة نفسية تكون هناك حجامة للحالات النفسية. نعم. في مناطق معينة في الظهر. قضية الشقيقة هي عندها قالت أظن يمكن الأثرايتس، وعندها قالت يمكن هشاشة العظام. هشاشة العظام هو قضية نقص الكالسيوم. تأخذ كمية من الكالسيوم معين تحت يعني تراجع طبيب. يعطيها دواء في يعني قضية الكالسيوم. بس قضية لو كان الإنسان عنده مشكلة في الفقرة تعمل على الفقرة نفسها ما يضر. صحيح. حتى لو كان في انزلاق أو حتى لو كان غالبا إذا كان الإنسان عنده انزلاق يكون عنده انفلاميشن، يكون التهاب في المنطقة واحتقان، ويكون فيها
يكون فيها الحجم الخلايا تكون اكبر من اللازم. نعم. لانه بسبب الاحتقان. نعم. فالحجامه تخفف هذا. لذلك كل انسان عنده مشكله في الفقرات او في المفاصل بعد ان تنهين الحجامه وبعد التعقيم يحس بالفرق بحركه اليد. نعم. بالنسبه للمفاصل دكتور؟ المفاصل تعمل على المفصل نفسه. على المفصل نفسه. على المفصل نفسه تعمل على نعم. المفصل تحيطه من اكثر من منطقه. نعم. يعني مثل على سبيل المثال منطقه الكتف من الامام ومن اعلى ومن خلف ومن يعني تقدم اربع كاسات. الركبه المفصل تحاط كلها وفوق الركبه ايضا تعمل. لماذا دكتور تحاط يعني بشكل مكثف بهذه الطريقه؟ لانه انت ما عندك الاجهزه الذي يعني يوصلك الى انه المشكله في اي نقطه بالضبط في هذه المنطقه كلها. فلما تحيطيها كلها الركبة هي كتلة كاملة لا يمكن أن نقول هاي العضلة فقط التي تشتغل. نعم. العضلات كلها تعمل مع بعض. هذه أيضا طبعا سبب آخر بأن ممكن الاعتراف ممكن يعني نربطها بسؤال الأخ أن الطب البديل والطب التقليدي. نعم. الطب التقليدي ينظر إلى المشكلة إلى اليد على أنها يد فقط أو الرقبة على أنها رقبة فقط ما يتعرض لأي شيء آخر أو الصداع فقط صداع. الطب البديل ينظر إلى أنه كل الجسم كتلة واحدة لا يمكن أن نفرق بين قضية الرأس وبين قضية القدم. أسفل الظهر له علاقة بأعلى الظهر كلها لأنه يعني لو الإنسان الآن لو أتينا بإنسان واستطعنا نظريا عمليا لا يمكن أن نزيل كل الأوردة كل الشرايين كل العضلات كل الأربطة يبقى بحيث نبقي الهيكل العظمي. نعم. الهيكل العظمي كله يسقط ما مرتبط مع بعضه البعض. العضلات بنيان مترابط بعضه مترابط عن طريق الأربطة وعن طريق العضلات وعن أشياء كثيرة جدا. فبالتالي حركة العضلات حركة تؤثر على العظم. العظم إذا تحرك من مكانه قد يضغط على العصب. نعم. قد يضغط على شريان. قضية الشقيقة ليس مرض. الشقيقة هو ظاهرة بسبب مرضي آخر. يعني اللي عنده شقيقة الدماغ الطريقة الوحيدة الدماغ التي يستطيع أن يتكلم معك ويقول لك بأنه الدم الذي يأتيني ليس كاف يعمل لك صداع. كثير الناس اللي يعانون من الشقيقة لو يأخذ الحبوب المسكنة البين كيلر ما تؤثر فيهم لأن الدماغ يرفض هذا الشيء. يريد أن يقول لك الدم الذي يأتيني غير كافي جد حل لهذه المشكلة. فهي تعمل على المفاصل ما فيها بس لابد أن تنتبه إلى قضية التشريط. التشريط في الحجامة لابد أن يكون الإنسان ماهر فيه. نعم. طيب دكتور قبل ما نأخذ التشريط يعني الطب البديل كما ذكر الآن خالد من السعودية هل الطب الحديث يعترف بالحجامة؟ الطب البديل أيضا يعتمد على أجهزته والتقنيات العالية في طبعا الإشعاعات والإكس راي وغيرها وغيرها لتحديد موقع الألم. نعم نعم. هي هذه طبعا تحديد ممكن انت تتجنبيها لو ما عندك التقنيه عن طريق المريض هو نفسه باي منطقه يحس. نعم. لو يقول عندي مشكله في اسفل الظهر فتعرفين انه عنده مشكله اما تكون في العضله حسب المكان او يكون في العظم او يكون في فتستطيعين يعني تخمنين المنطقه فتغطين المنطقه بالكاسات فتكونين قد ضمنتي ان المنطقه كلها يعني غطيت في قضيه تعرض لقضية الضغط العكسي للحجامة. طيب احنا راح نتحدث اكثر ولكن نعم. بعد الفاصل اسمح لي دكتور زياد مشاهدي الكرام راح نعود اليكم بعد الساعة الاولى طبعا البريك الاول في موضوع الحجامة وانواعها وفوائدها مع الدكتور زياد العبيدي وهو اخصائي حجامة واعشاب وطب بديل. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. مجددا مشاهدينا الكرام الحجامه وانواعها وفوائدها مع الدكتور زياد العبيدي اخصائي حجامه واعشاب وطب بديل. اهلا وسهلا بكم واهلا بك دكتور مره اخرى في الساعه الاولى من كيف الصحه. طبعا احنا وقفنا عند جواب كنت راح اجاوب ناجيه من تونس اللي هي ذكرت طبعا جاوبتها على المواقع في المفصل ذكرت انها راح يكون بنفس المكان الالم. هل هذا يعني ان الاحساس بالالم
الألم في موقع ما يستطيع يعني الحجام يقوم بنفس المكان وبنفس النقطة، نقطة الألم التي يعاني منها المريض؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. في منطقة المفاصل على سبيل المثال الركب ممكن تعملي في نفس المنطقة في الركب، بس في بعض الأحيان الركبة ألم الركبة يكون بسبب أسفل الظهر، السياتيكا نيرف يعني نسميه عرق النساء، عرق النساء أو السياتيكا يسموه. قضية التنمل الأيدي سببه الرقبة والأكتاف، فأنت ما ستقربين من قضية اليد لأنه هذا نيرف يأتي يعني ينطلق من الرقبة ويمر على الكتف، فأنت لو حليتي هذه المشكلة الضغط الموجود عليه فيتنحل قضية التنمل وقضية عدم الشعور باللمس يعني. طيب يعني هو بس هي بس لابد أن ننبه النقطة أنه قضية الرقبة منطقة حساسة، فلابد الشخص الذي يستخدم التشريط إما يكون تشريط يكون ماهر بالتشريط، وإذا كان يخشى أنه يقطع شيء أو أولا لا يزداد في العمق أكثر من 1 ملليمتر، الشق لا يكون طوله أكثر من 1 ملليمتر، يستخدم الإبر اللي هي هاي تبع السرنج يستخدمها في قضية البدد التشريط الوخز فتخرج دم هي وتحل مشكلة، لأنه قضية الحجامة ليس فقط فائدتها في قضية إخراج الدم، كمية الدم الخارجة لا تعني أن هذا الشخص يعني سوف تتحسن حالته لو مقارنة بغيره. يعني الكثير يعتقد أن الكمية الزائدة لا. الكبيرة هي عنوان أو علامة للتحسن. أنا أذكر في إحدى المرات أحد أقربائي كان عنده مشكلة في 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 حلقه في قضية الحنجرة، فكان يأخذ حبوب قبل أن ينام لو حساسية عنده، لو ما أخذ الحبة قبل أن ينام يبدأ بالسعال في الليل، الكحة تبدأ عنده ويستيقظ، وفي حالة أنه يأكل البيكلز اللي هو الطرشي نحن نسميه شيء الحوامض هذه حتى الحبة ما تفيده، فعملت له في هاي المنطقة على ما هاي المنطقة وهي منطقة حساسة جداً. عملت له فاستخدمت الإبرة فخرج قطرات من الدم، فالنتيجة النتيجة ترك الدواء تماماً. تمام. طيب بالنسبة ل ناجي يعني لمنطقة الرقبة، هذه منطقة هذه فيها أوردة خطرة جدا بالتأكيد، هاي تغذي الدماغ لو الإنسان قطعها ممكن تعمل مشكلة يعني ممكن الإنسان يموت فيها. راح نتحدث عن المشرط والتقنية أو التكنيك استخدامه مع العدة، ولكن بالنسبة لحالة الاكتئاب أنت تنصح كم مرة ممكن الشخص يعمل حجامة في ممكن حالة الاكتئاب؟ ممكن أولا يعني إذا كان الإنسان شخص الحجام كان ماهرا ممكن تعملي على مدار لمدة 6 أشهر مرة في الشهر، مرة في الشهر لمدة 6 أشهر في المناطق المحددة. بعض الأحيان الإنسان يضطر يعمل على مناطق الغدد التي تتعامل مع الهرمونز الغدد، لأنه هي اللي تلعب دور كبير في قضية يعني ممكن يعمل الحجامة في مناطق الغدد، ممكن تعمل فيها، وكلها تعتمد على قضية الإنسان لأنها مناطق جدا حساسة جدا ظهر القدم ظهر اليد هذه كلها مناطق حساسة، الإنسان لابد أن يكون ماهرا في قضية التشريط وقضية يعني لابد أن يستخدم بدائل. السابقون كلهم استعملوا المشارط، في حين الذي يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أنا ذكرت قضية الإبر السرنج لأنه بديل جيد في مناطق أنت لا يمكن أن تصل إليها أو تعمليها في المشرط. هي أكثر إيلاما يعني تؤلم أكثر صحيح ولكن أأمن في قضية مناطق في الوجه، في قضية ظهر القدم أسفل القدم لأنه الجلد السميك لا يمكن استخدم الموس، لو استخدمت الموس ما يخرج دم إلا أن تعمقي وهذا يؤدي إلى شقوق كبيرة جدا. فالإبرة تؤذي ولكن تحل المشكلة ولا تترك أثر كذلك بالنسبة للسكر إحنا طبعا نجاوب أبو محمد أولا بالدوحة. الحجامة الكهربائية ذكر الجهاز الكهربائي الآن اللي يستخدم في هذا الوقت، يعني هل هو مفيد هل جداً. هو يعمل نفس عمل المانيول قضية اليدوي المانيول في مناطق الظهر ومناطق البطن ومناطق المفتوحة يكون أكثر يعني تعملين كنترول عليه أكثر سيطرة عليه أكثر. أسفل القدم الكب ما يمسك فلا بد من أن تستخدمين الشفاط الكهربائي، لابد في منطقة الرأس الإنسان ما يحتاج أن يحلق رأسه، مجرد تخلين زيت زيتون في المنطقة وتخلين الكأس وتشغلين الجهاز فيشفط الكأس، لأنه هي أحد أسباب أنه الكأس لماذا لا يثبت، لأنه إذا كان الهواء الداخل
أكثر من الهواء المسحوب فما يثبت الكأس، فإذا كان الهواء الداخل أقل من المسحوب فيمسك. فهذا لو النظرية تطبق على قضية الرأس، نعم. تخلي زيت زيتون وتخلي الشفاط يستعمل، أما مناطق الظهر حتسحب كمية كبيرة جدا، يعني يسموه النيجاتيف بريشر، الضغط العكسي، وقد تكون مؤلمة في منطقة الرقبة، فلا بد أن تستخدم اليدوي حتى تتحكم أنت في كمية السحب، نعم. لأنه الكهربائي أنت ما ستتحكم فيه. وكم هي الكمية دكتور حتى المشاهد اليوم يعرف مناطق بالضبط. المناطق المترهلة، المناطق العضلات غير قوية كعضلات البطن والذي يكثر فيها الشحوم، هذه ما تسحب فيها كميات كبيرة، ما يسحب فيها بشكل قوي حتى ما يؤدي للفتق. نعم. منطقة الظهر منطقة عادية، من مرتين ثلاثة يعني ممكن نطبق على اليد، نعم. يعني مرة مرتين ثلاثة الآن خلاص ثبتت، لو أسحب بعد ساعة هكذا نفس الضغط ما يزداد، ما يزداد لأن خلاص خلاص الكمية الكافية. العضلة هي تحكمت في قضية، نعم. العضلة تحكمت في قضية المقدار التي هي سوف تتمدد فيه، نعم. فهي منطقة الظهر ما في مشكلة فيه، بس منطقة البطن، منطقة الوجه لابد أن الإنسان يكون يعني حضرا. طيب هل يسأل أبو محمد من الدوحة إذا كان ظهور أو خروج الدم المتجلط هذا يعني أنه أيضا له أسباب؟ قلة الماء، قلة شرب الماء تؤدي إلى الدم يخرج متجلط. يعني هل هذا شيء جيد أم علامة جيدة؟ هو قد يكون أكثر من سبب. إذا كان هناك منطقة يعني فيها التهاب ملتهبة يعني أو فيها inflammation أو مصاب فيها ألم، خروج الدم المتجلط هذه علامة جيدة أنه المنطقة يعني سوف تتحسن، لأنه هذا الدم المتجلط هو هناك طبعا في clot factor في الجسم، الدم لما يخرج سائل، نعم. لو بقي فترة خارج الجسم يتجمد، بس خروج الدم المتجلط من أول وهلة هذا يعطيك انطباع، نرجع لنظرية الحجامة كيف تفيد، أن الأوعية الدموية الشعرية يكون فيها بلوكج، يكون فيها تسكير، فأنت السلكين أنت تقبل بش تشريط، هذا التشريط الخفيف والصغير على صغره يقطع الأوعية الدموية الشعرية فيخرج هذا الدم المتجلط التي يمنع وصول الدم إلى بقية الأعضاء إلى 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 الخلايا. عدم وصول الدم يعني لا يصل أكسجين ولا يصل تغذية، وكذلك الويست يعني النفايات الموجودة في الخلية ما تسحب، طيب. ما تطرح. الطريقة الوحيدة لأنه ليش الدم لأنه هو نسبة كبيرة من الأمراض تتعلق بالدم، تنقل الفيروسات والبكتيريا والفنجلز كلها عن طريق الدم تنتقل. طيب ما هو الدم الذي يخرج من الدم من انواع في, في 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 دم يخرج دم صافي، الانسان الصحي يخرج دم صافي قليل من التجلط، واضح يبان عليه يبان يعني. يبين طاقه. في دم احمر يعني هذا الدم الاول احمر وسائل يعني، والدم الثاني هذا الانسان ما يعاني من اي مشكله، ولكن ايضا ينصح له ان يفعل الحجام 4 مرات في السنه. نعم. الإنسان الذي عنده يعني إصابات ولكن إصابة ليست بليغة قد يكون الدم أحمر ومتجلط، وعندك الدم أسود ومتجلط بالضبط. هذا أسوأ الحالات يعني؟ تعكس لك الحالة ودرجة يعني الألم ودرجة الضرر الموجود في العضو. وهل نستطيع أن نقول أنه هو الدم الفاسد أو السموم؟ لا يوجد في الإنسان دم فاسد. لو الإنسان لو الدم كان في هم يستخدمون هذه أحد أو السام أو السموم المصطلحات في الإنترنت، كثير ناس يقرأ من الإنترنت، نعم. ويتكلم وهذا خطأ. وهذه لو كان لو لو, 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 نعم. لو تواجد دم فاسد في الجسم يتحول إلى مادة سامة، ولكن دم فيه كريات دم حمراء هرمة لا تشتغل كما ينبغي في نقل الأكسجين، قلة في قضية الصفائح الدموية التي تتعامل مع قضية التجلط، هذه ممكن نتكلم فيها أنه بسبب أنه لذلك الدم اللي يخرج في البحث اللي عملوه في الفريق السوري، أيوة. أن كريات الدم الحمراء الخارجة الهرمة أضعاف كريات الدم الحمراء المتواجدة في الدورة الدموية العادية، وفي حين الصفائح الدموية التي خرجت أقل، وكذلك كريات الدم البيضاء اللي تخرج من الحجامة تكون أقل بقليل من الموجودة في الدورة الدموية لأنه الجسم يحتاجها. وبالمناسبة أنه التبرع بالدم ليس كالحجامة. هذا راح نسأل بعد أن نأخذ، اسمح لي دكتور، نعم. اتصال من ليبيا، حليمة، أهلا وسهلا بك، تفضلي حليمة. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. والله لو سمحتي أنا عندي وجع في أسفل ظهري
ايوه يعني، ومرات بصير حتى في ظهري من فوق، يعني اخر ظهري من فوق يعني عند كتافي، فيعني شو الحزام اللي يكون مفيد يعني فيه. طيب يعني الوجع عندك اسفل الظهر واحيانا وعلى الظهر. فوق واعلى الظهر احيانا بصير ورا يعني تحريك الايد، لما احرك ايدي ايوه بصير عندي وجع. حابب تسالها؟ نعم اختي، بالنسبه لاسفل انت، هل انت عندك زياده في الوزن؟ نعم احيانا مثل تشنج في اصابعي كمان. اصابع اليد ولا اصابع القدم؟ اخت حليمه هل ما زلتي معنا؟ ايوه. طيب يسالك الدكتور تشنج في اصابع اليد؟ نعم. اي اصابع هذه؟ الـ 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 الابهام والتي تليها والشهاده؟ نعم. اي هذه عندك مشكله انت في الفقره، منطقه الفقره سي 6، منطقه سي 6 نعم. تؤثر على هذه الاصابع. نعم. مشكله احتمال عندك انت، هل عندك انت اوثرايتس يعني يسمون الروماتيزم؟ لا ابدا، وتحاليلي كلها تمام. عندي انت حملتي في يوم من الايام شيء معين؟ مش فاهمه. انت حملتي شيء معين ثقيل اثر نعم. على كتفك؟ هل رفعتي شيء ثقيل اخت حليمه؟ طيب ايوه حليمه سمعتي السؤال واضح؟ طيب عموما واضح، خلينا انا افصل يعني هو احنا قبل ما ندخل لحليمه راح نجاوب اولا الاخ خالد، طبعا بعد ما ذكرت مشكورا نعم. جواب لابو محمد من الدوحه بان الدم المتجلط وعرفت بانواع الدم، واليوم يعني ياتينا تفسير بان ليس هناك دم فاسد وليس هناك اي نوع من السموم. طيب بالنسبه لخالد الذي يعني ذكر مره اخرى يعني هل الطب الحديث وتحدثنا عنها يعتبر نعم. بالحجامة، وذكرت في بداية البرنامج أن نوعا ما ليس هناك أي توافق، نستطيع أن نقول ذلك؟ ممكن أحد الأسباب أن الممارسين للحجامة يمارسوها بشكل خاطئ، فتعطي انطباع للطبيب نعم. أنه هاي ما تفيد، في حين لو مورست من شخص متمرس نعم. وعنده خلفية جيدة في الحجامة من ناحية علميا نعم. وأكاديميا و ومهنيا فسوف تعطي انطباع جميل هذه بالتاكيد. والان هم في يعني في مركز في 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 بريطانيا في جنوب لندن هو يسعى الى ادخالها في الان اتش اس نعم عن طريق بشكل علمي صحيح يستخدمونها. طيب بالنسبه لمرض السكر راح نتحدث عن في هذه الحاله، ولكن ممكن تجاوبوا دكتور السكر الذي عنده سكر عنده مشكله قضيه الدم، لانه ياخذ بلثنه مخفف للدم، وهذا يخشى عليه انه الدم ما يتوقف، يكون في سيوله سيوله في الدم. فهنا تاتي قضيه المهاره في التشريط، ولذلك الذي عنده سكر ينصح ان للحجام ان يعمل كأس واحد فقط، كاس واحده، ويستخدم الابره بدل المشرط، وثم بعد ان ينتهي بعد خمس دقائق يشوف انه هل هناك توقف للدم، اذا توقف الدم يستمر ما عنده اي مشكله. نعم. حتى الذين ياخذون الانسولين يعني تاب 1 او تاب 2 يعني كاختبار، اي مجرد ان يعفي يعني يختبر قبل ان يبدا بعمليه نعم. واذا كان مريض السكر ولا امراض اخرى ماذا يفعل في هذه الحاله ويحتاج الى اكثر من الامراض الدمويه كأس. يبتعد عنها، يعني الشخص الذي ياخذ مثل الكيموثيرابي الامراض السرطانات يبتعد عنه ما لا يفعل حجامه نعم. الشخص اللي عنده درجه حراره عاليه جدا ما يعمل له حجامه نعم. في حالات معينة الإنسان لازم يجتهد فيها يعني بالنسبة لمريض السكر ولديه ضغط الدم ماذا يفعل؟ بالمناسبة نقاط ضغط الدم هي نفس نقاط السكر، هي نفس نقاط الكوليسترول في منطقة الظهر نعم. يستخدم الإبر في هاي المناطق المعينة، بالإضافة يبدأ بكب واحد حتى يشوف ردة فعل الجسم، هل عنده قدر كافي من الصفائح الدموية اللي تمنع التخثر يعني يستطيع ان يستخدم اكثر من كاس في حاله انه لديه السكر ولديه امراض اخرى بعد الاختبار السكر نعم. السكر والضغط والكوليسترول تقريبا 12 كب في منطقه الظهر، ولكن لابد الانسان يكون حذر جدا في هذه القضيه، يخشى غالبا الانسان يعني ينصح انه يستلقي اثناء الحجامه نعم. حتى لان الضغط ما ينخفض نعم.
ولا يكون لديه هبوط. لو كان هبوط في الضغط مجرد أنه تمدد الشخص تنزع الكؤوس وتمدد الضغط وتطلب منه أن يرفع رجليه. بالمناسبة أنا يعني عملت عندي منظومة في اللغة العربية في قواعد الحجامة. نعم. منظومة في الشعر سميتها يعني كنت ذكرت فيها كل هاي الأشياء القواعد فيها قواعد السلامة في منظومة الحجامة. تمام. أي. احنا راح نسمعها بعدين في نهايه ان شاء الله الحلقة. اذا ان شاء طيب. الله بالنسبه لحليمه من ليبيا عندها وجع اسفل الظهر ومن ثم اعلى الظهر وتشنج باليد لا ادري أسفل خصوصا عند تحريك اليد اذا كان قد اذا الانسان يحمل شيء معين يؤثر على قضيه المفصل والعضله هذا قد يكون احد الاسباب يكون المخده التي تنام عليها اما مرتفعه او منخفضه نعم وهذا في كلا الحالتين خطا لابد يكون مستوي هذا تؤثر على العضله العضلة تشد العظم معها بالمناسبة العضلة هي أقوى من العظم كثير ناس يظن العظم أقوى من العضلة نعم. يعني الذي يستخدمون رفع الأثقال يستخدمون العضلات ما يستخدمون عظامهم أسفل الظهر عندها ضعف في قضية يسموها اللمبة مصل اللي هي أسفل الظهر العضلات الأسفل الظهر نعم. تكون ضعيفة جدا فهذا يؤدي أنه الضغط على العمود الفقري على الفقرات تضغط على الأعصاب بعض الأحيان ينزل اليمين أو الشمال اللي هو يسموه السياتيكا اللي هو نسميه عرق النسا نعم. هذه تعمل حجامة في المنطقة وتعمل تمارين تقوية الظهر تمارين ليس المشي وليس الركض تمارين خاصة بقضية عضلات الأسفل الظهر نعم. تمارين معينة ممكن تشوفها على النت على اليوتيوب موجودة متوفرة طيب دكتور يعني ممكن في حالة حليمة ممكن تكون الرقبة هي أيضا مصدر السبب الرئيسي في هذا الألم اليد قد تكون الكتف والمفصل تعمل على المفصل وعلى الكتف وتجد فرق بالمناسبة أنا قبل فترة يعني قريبة 4 أسابيع اتصل بي شخص يعني إنجليزي ليس مسلم وليس عربي وسقط على يده اليمنى وظل يعاني 4 أسابيع ذهب إلى الجي بي ذهب إلى كثير من الكونسلتنتس يعني بين كيلر عطوه المقدار الذي كان يستطيع أن يفتح يده فيها 15 درجة فقط هكذا فلما ذهبت إليه دخلت عليه وبعد أن فحصته يعني فحص كامل عرفت المشكلة فين عملت حجامة على منطقة الكتف في النقاط اللي يعني أنا توصلت لها انتهيت من القضية قلت ارفع يدك بدأ يرفع يده إلى هكذا بدأ قلت له زيد لأنه نعرف عنده حالة نفسية ما يستطيع يخاف أن يزيد فزاد جلست يعني بعد أن جلست أثناء شرب الشاي بدأ يستعمل يده بشكل طبيعي طيب. حتى فرح هو يعني بشكل نعم. فظيع يعني في هذه الحلقة قد ساعدت هذا الشخص الذي أتاك ولكن في حالات معينة أنت ذكرت في بداية أنه قبل كل شيء لابد أن تتم الفحوصات الطبية نعم لابد وفي حالات مثل الفقرات الرقبة أو الظهر أو الكسور لابد أن يكون هناك أشعة نعم لتوضح يعني أين مكان هذا الكسر أو الألم أو عجاج بعض الفقرات وغيرها لي طبعا أكيد يكون هناك بديل آخر أيضا غير الحجامة كعلاج بدائي للطب التقليدي نعم لابد التدخل لابد أن يكون لابد هو نحن هذه المشكلة ما نواجهها في كثير من المرضى نعم. لأنه غالب الذين أو إن لم يكن كل الذين يأتون للحجامة قد استنفذوا كل الوسائل في الطب العادي فأخذوا MRI وX-ray وعملوا فحوصات طبية كاملة فيكون الجواب عنده جاهز فلما تسألي عندك كذا عندك كذا مثل ما الأخت الآن قالت ما عندي نقص في أي شيء في قضية الدم وقضية الهذه أيوة صحيح فهي تساعد كثير مجرد أنه يعني أما إذا قال لا أنا ما عملت الX-ray عنده مشكلة وعنده ألم نقول له أو كان هناك لديه انزلاق أو كما ذكرت فلابد الانزلاق ممكن تتعاملين معه ممكن تتعاملين معه في الحجامة الانزلاق بعض الحالات ما تحتاجين كيف دكتور ممكن يعني واحد عنده مشكلة في الانزلاق انزلاق ظروفي فتعملين على المنطقة المحيطة في منطقة الألم ما تعيد لا ما تعيد ما تعالج تخفف الألم أي الحجامة نعم. لا تعالج الانزلاق يحتاج إلى تدخل طبي تدخل يعني طبي ولكن تخفف الآلام نعم. والإنفلاميشن الالتهاب الموجود الداخلي نعم. بالإضافة أنه عنده انزلاق يكون العضلة ماله متشنجة متشنجة جدا لأنه الضغط على العظم والضغط على العضلة فيكون تشنج فبالحجامة تعملين ريلاكس للعضلة أو يسموه ستريتش صير ستريتش هل ممكن يعمل أثناء أيضا علاجه بالطب التقليدي؟
من أين؟ الانزلاق مثلا يعالج في المستشفى وبعدها فترة، بعدها فترة كثير فترة. ناس يأتون عندهم عمليات يعني نعم. بعد ستة أشهر طبعا لابد أن يسأل الطبيب، يعني هل سألت الطبيب؟ نعم. الطبيب يقول له مثل بعد سنتين تستطيع أن تتعمل أو بعد ستة أشهر نعم. فلابد أن يعني الإنسان يعني يستقصي عن هذه الحقيقة أو هذه المعلومة حتى يستطيع أن يعني يساعد المريض. طيب وهذه جدا مهمة جدا لأن نعم لابد هناك خلط بين لا 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 يمكن أن لا يمكن أن تلغين الطب العادي نعم. ولكن بنفس الوقت لا يمكن أن نلغي الطب البديل كعلاج لكثير من الأمراض التي عجز الطب العادي التقليدي نعم. عن علاجها. طيب الربو، احنا نقف عند الربو نعم. غيرها ناخذ فاصل، انهينا الساعة نعم. الأولى من كيف الصحة، ولكن ما زال لدينا الساعة الثانية مع الدكتور زياد العبيدي أخصائي حجامة وأعشاب وطب بديل في موضوع حلقة اليوم الحجامة وأنواعها وفوائدها. كونوا معنا بعد الفاصل.